الظاهرة السياسية إذا لم تروض تأثيرها وتدميرها له حد معين ولكن الذات إذ إذا ما روضت إذا واحد ما تمكن أن يروض ذاته هذا يعرض نفسه ويعرض الاخرين لاشد انواع المخاطر ما هو اعظم خطر في هذا الوجود أعظم خطر في هذا الوجود أن الإنسان يتعرض للعذاب وللغضب الإلهي، اكو هنالك أكبر من الغضب الإلهي ماكو، اكو هنالك أكبر من الخلود في النار ماكو إذا أنتم تتصورون أقصى خطر يواجه الإنسان أقصى خطر الخلود في النار فوق بعد ماكو شيء آخر الخلود في النار يعني واحد مليارات الأعوام يكون في العذاب الإلهي والعياذ بالله بعد ماكو اكبر منه. واعظم من هذا عند اولياء الله سبحانه وتعالى اعظم من الخلود في النار. فراق الله سبحانه وتعالى. هذا احنا يمكن لا نفهمه ولكن اولياء الله سبحانه وتعالى يفهمونه. فراق الله سبحانه هذا أشد من الخلود في النار إذا واحد ما روض نفسه يعرض نفسه ويعرض الآخرين لهذا الخطر العظيم صدام أو بقية طغاة التاريخ منهم أفراد ما تمكنوا أن يروضوا أنفسهم، أفراد كانوا عبيد لقواهم الشهوية، أفراد كانوا عبيد لقواهم الغضبية، هذه الحروب التي حركت عجلات التاريخ الآن أنتم عندما تلاحظون التاريخ تجدون هذه الحروب الطاحنة، واحد من البشر يقتل ثمانية ملايين، ثمانين مليون، ليش؟ لأنه ما تمكن أن يروض هذه القوة